بعد تعبئة الاستبيان يتوجه الشخص لغرفة سحب الدم، يتاخذ له عينة دم على أنبوب جاف، يتلزق على هذا الأنبوب طبعا باركود، الباركود بيكون موجود على الاستمارة، موجود على الأنبوب الجاف، موجود على الأنابيب اللي راح يتم فيها عزل المصل لهذا الشخص. بعدها بننتقل للمخبر، بنسفل الدم، بعد ما يتخسر بيصير فيه كلات أو علقة، نعزل السيروم، نعزله على أنبوبين، هذول الأنبوبين كمان يأخذوا نفس الرقم نفس الباركود، وبعدها هذا جمعوا العينات ينبعتوا للمخبر المركزي لإجراء الفحوص تحري الأبطال بهذه العينات.